وهي نتيجة توحم ما كان كيتوقع هاد الفرحة هادي وهاد هاد النتيجة ديال المنتخب الوطني في واحد الفترة اللي مدرب جديد وعنده واحد الفترة قصيرة مع المنتخب، وحنا جد سعداء بهاد النتيجة. وانت كتشوف الشعب المغربي كلشي فرحان وكلشي كيتمنى هاد الفرحة هادي، وشكرا للاعبين وشكرا للطاقم التقني وهنيئا للجميع، ونتمنى والله يكون نتيجة عاود موفقة في التمو النهائي. وشكرا، وحنا فرحانين بهم والله ينصرهم. وعاش محمد السادس بزاف بزاف، حنا فرحانين بهم بزاف بزاف والله ينصرهم. والله ماشي يقول لك الفرحه ديالنا كبيره، انت كتشوف الجمهور. وعاش محمد السادس. منتخب هنيئا لنا المغاربه كاملين بهذا الفوز، وان شاء الله نتاهلوا للدومي فينال ولا شي فينال عاش الله. والله فرحانات وصافي، الشعب المغربي كله مورانا. انت تقول كل ما فرحانينش المغرب كله، الحمد لله كله فرحان وشكرا. ما نعتبروهاش مفاجاه، لان عندنا فرقه في المستوى والحمد لله. نتمنوا النتائج الاخرى تكون احسن ان شاء الله. حقا فهمتي هذه مده المغاربه طبعا ما عاشوا مثل هذه اللحظات، وجات واحد الظروف اللي هي صعيبه، واذا كانت واحد المتنفس بالنسبه للمغاربه باش يعبروا على الفرحه ديالهم. الحمد لله تاهلنا للدور الثاني، واللهم لك الحمد. وهذه نتيجة كنا متوقعينها، ولكن كانت شمية ديال الخلعة، والحمد لله كل شيء داز بسلام. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.